في شكل رسائل نستعد لرمضان أولا بالتوبة، لكن من لا إلى أنثوا في ربي سبحانه عز وجل، أنثوا في ربي سبحانه، لكن من لا وينك إلا اللي دجاي ثوف يجدد توبته أسف كفوث التوبة ينس وينك إني أنثوا فارا أثي ديهضو ربي باش هذي ثوف أذي قبل قولك رمضان شهر الفضيل بالتوبة النصوح وتحصمك الشروط من التوبة النصوح وقيد الأمر مزوارو الأمر ويسين أن حمد ربث نشكر ما يستوضع ربي سبحانه سيقول رمضان اللهم بلغنا رمضان وني غاون دايث مثلا قارن زيش ينفقي الحرمة يشبه ربي ماشي ذنسي ذنفقي ذنكني ذنفقاون أخطر رمضان سقوا سميث دي فرض ربي يلا غال مثلا يردونيث يتشغل دم كل سقواس ولكن كني إذا نفقاو من الصح أخطر لن نقاد يوزامن أسقواس يعدان أسقواسا ولا شي ثنموثن صافي وتصوزو منارا ولا نقاد أرى يوزو منا سقواسا وتصوزو منارا قافل خطر ثندي تسافارا أذيل موثن وبالك نكوني أني ليس وقالك الله أعلم لذلك ما يصوض ربي باش نوزو مقول رمضان انفرح يا سعدنا خطر نسعى فرصه باش انوزوم يرنذ قطيج السخانه انوزوم حوالي 17 ساعه الله يبارك ولا نوقال يوزمنا اقل لا نوقال يوزمنا اكثر لان ثيمورا يوزمنا 14 ساعه لان ثيمورا يوزمنا كانت 9 سوايع 10 سوايع لان ثيمورا يوزمنا 20 ساعه اظن 20 ساعه نكون 17 الله يبارك صافي فرصة ذهبية إن شاء الله هكا ينوزان أنسعوا لاجر أنسعوا فرصة باش أنسي القرآن الكريم كاملا في صلاة التراويح وأنسعوا الفرصة إن شاء الله أثنغر كاملا يعني أثنغر من السورة الأولى إلى السورة الأخيرة وأنسعوا فرصة باش أنزل صلاة التراويح وصلاة التهجد ونوفق ربي سبحانه كذلك يعني ذي الخير ذم قران شهر رمضان يسعى الفضل ذم قران هو شهر الاستثمارات في الباقيات الصالحات لذلك يا جماعة الخير هكذا نستعد له روحيا إيمانيا ودني غير الاستعداد المادي أنشر خوفي البطاطا الزروديا الكورجيت ذاك الشوالاكي من بعد التجار ما ولانا ان تما غنصدم في السواق سي نورمال ازي غال السوما غتغلي سيدنا عمر شتي ناس دانا سي عمر بن الخطاب غلايث السلعه بزاف غلايث يفكيس القاعده في عمق الاقتصاد ان يسرخصوها بالترك اجتثا ترخيص ما الا تستغمكني السوا سي نورمال تيغلي تجي قاعده وتمسلي غير في التجار والو وعقدت العزم سكوسا ما نتكلمش على التجار بالك تهضر في التجار يتساكن السمث لا معقوله سينا وكن يبارك ربي يعطيكم الصحه بارك الله فيكم ما ذوي الله دين ربي يهديهم وفرات هذا مكان اذا شهر رمضان الى قل الاستعداد الروحي الاستعداد الايماني داغيون ميلا غسكوسي عدام هاتي عاون 10 غيك الليلا اسكوسا غاسي لقى عيون غاكثر الى قع 20 الى 30 ولكني هاتي ختميت مره وحده غيك ختم القران اسين سكوسي لقى ختم مرتين نغ ثلاثه ولكني كينك الارحام اسكوسي عدام وزر غيون سعد غاكور رمضان ورعزيل غاكو كيما ولا ذولت ما ولا ذعمي اسكوسا غاسيني أظهر حظ ذنكا يرزن الورصن ذنكا يرزن الورصن وين جاني جنجان صلة الرحم تجد استعداد نفغا فيلي لشهر رمضان المعظم من سعى النية يجي نسأل الله أن يبلغنا رمضان وذي فعل شهر الاستثمارات في الباقيات الصالحات ويسعد وبالك هاث ما نظم قول رمضان قد يثدون قول ويض قافل سوضارة صافي فرصة نستثمرها أي غرسي قرم كل يوم دينا
أقول رمضان وسقاسة السعدي خير وكل عوام يعدان عزيمة ثقي ماشي ديني وعرض ديني سهل لنا ذا شلق الإرادة وإذا عزمت فتوكل على الله ورب سبحانه يتعاون أصحاب العزمات أصحاب العزائم أصحاب الإرادة القوية. إذا كجماعة الخير أعتقد هذا هو الاستعداد لشهر رمضان. أمر آخر وهو مهم جدا بالنسبة للتائبين الجدد وكذا قريب انتظاليث البرمي رمضان أسم زور رمضان أذن انتظاليث أما رحبا يسن أسلام أسن ولذن كنا كسن فذا إلى قاسيني مرحبا العسلامة من فرح يسن وسن قرارا أمشي كثو غال ما أتفاني مشغل زلابية كل رمضان أتفاني أم زلابية قلب اللوز خاطئ ولا قرا إلى قاسيني مرحبا العسلامة نوان ما شاء الله وإن شاء الله التوبة ريذو من وثن عيون إن شاء الله إلى قاسيني عيون جماعة الخير أي غار خطر مما كنا كينا ربنا يغدي القرآن كذلك كنتم من قبل كذلك كنتم من قبل ولم كن ينسى وقادر في ذلك الظالة ألمي 50 سنة ألمي 30 ألمي 40 الله أعلم. إذن كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم سوى شو بنعمة الهداية كدنا في آية أخرى الحمد لله الذي هدانا ربي دي هدون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وإن شاء الله أثني ثبت ربي على التوبة وغيثبت ربي جميعا على التوبة وغيفق ربي سبحانه عز وجل باش نستقبل هذا الشهر الفضيل استقبالا يليق بمقامه ونسأل الله أن يوفقنا لصيام أيامه وقيام لياليه والحمد لله رب العالمين.